انا هقول تجربتي مع الاستغفار. اتفضلي. انا من 30 سنه بقى التجربه دي. كان زوجي مسافر وبعدين ادى اجازتين بره وما حصلش حمل، ولما جه الاجازه الثالثه يعني داومت على الاستغفار لمده شهر اجازه، شهر ليل نهار انا نايمه، انا صاحيه بقي بيقول وانا مش حاسه لدرجه وانا رايح الحمام ارجع افتكر ان انا رايح الحمام. الاستغفار مداوم والدعاء. وبعدين جه خلاص زوجي حجز ومسافر، وحتى انا كان في البريو عندي، قعدت ابكي، بصيت من الشباك والجو بيمطر، قلت يا رب اذا كنت راضي ليا ان اجيب اولاد راضين ورضيت، مفيش راضين بده، ودموعي نازله. سبحان الله، هو كان خلاص حاجز وهيسافر، ما اعرفش حصل اي ظروف كده، اتعطل اسبوع واحد، وخلال الاسبوع ده هو حصل الحمل، وابني دلوقتي عنده ما شاء الله 30 سنه ولسه مجوزاه من الشهر اللي فات. يا حلوه، قصه جميله. انت كنت قبل كده كان كل ما ينزل اجازه ما فيش حمل بيحصل ويرجع؟ ما فيش. سنتين بقى ولا ايه؟ في خلال 4 سنين نزل مرتين ما حصلش فيهم حمل، ما حصلش حمل خالص. واخر فلما مره جت المره خلاص هيسافر المره الثالثه وما فيش حمل، فانا بكيت ودعائي مستمر ومستمر. فربنا اكرمني بمحمد عنده 30 سنه ولسه متجوزاه. ربنا يحفظه لك وتفرحي باحفادك. ومعايا بنتين بقى تانيين بعديه كمان. الحمد لله. حلوه قوي، ده كرم ربنا كبير قوي. متشكره قوي يا حاجه أمي مع القصه الحلوه دي. انا بقول لك الناس الطبيعيه لذيذه، لا هم بركه، الناس العاديه كده عندها قصص جميله في موضوع الاستغفار ده. ياسمين. الو. اهلا ياسمين، ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بصي يا استاذه دعاء، انا اول مره اتدخل في برنامج، بس انا بجد 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 من اشد المعجبين بحضرتك. انا بتابع حضرتك بقالي سنين من زمان على كل البرامج اللي كنت حضرتك عليها قبل كده. بجد انا بحب حضرتك قوي قوي قوي، ومفيش برنامج حضرتك بتعمليه لما بتفرج على حضرتك فيه. وتحياتي ليكي وتحياتي لفضيله الشيخ. دلوقتي يا استاذه دعاء، انا بمناسبه ام يوسف ان هي كانت المكالمه اللي قبل دي، بمناسبه الحمل، انا فضلت 4 سنين لما سمعتها صراحه حبيت ان انا اتدخل في برنامج. انا اول مره اتكلم برنامج في حياتي. حبيت ان انا اتدخل. انا فضلت 4 سنين كنت بدور على حمل وكده، وما كانش عندي مشكله ولا جوزي عنده اي مشكله. حملت 3 مرات وما حصلش معايا يعني حمل. في اول شهور كنت بقعد وكده، واخر مره دي من اخر مره كان عندي حمل خارج الرحم. اتشالي انبوبه وخلاص، فقدت الامل وقلت انا مش هحمل تاني. وبجد كنت كل ما اشوف حد يعني كان بيحمل، حتى جيراني او كده، كانوا لدرجه ان هم بيخبوا عني وما اعرفش غير لما فوجئ ان هم عيالهم على ايديهم وكده، كانوا بيخافوا ان هم يقولوا لي. نفسيتي تعبت وتعبت وكده بصراحه. رجعت للصلاه والاستغفار والدعاء اللي هو رب لا تزني فردا وانت خير الرازقين. وكانت فعلا استاذه دعاء والله العظيم ما كان في دماغي خالص حمل بقى، وكنت لاجئه للحقن المجهري ومش حاطه في دماغي ان انا احمل ولا اي حاجه. جيت كنت في دمياط ونزلت هنا خلاص نازله ان انا مش حامل ولا اي حاجه، ومش حاطه في دماغي الموضوع وحاطه ان انا مش حامل وكده. جيت مره كانت الدنيا بتشتي جامد، طلعت الصراحه في عز البرد مع ان انا مناعتي ضعيفه وممنوع ان انا اطلع في الشتاء، طلعت في البلكونه وكده ودعيت ربنا الدعاء دوت، وفضلت على طول على بقي والاستغفار، ويا رب لو انت رايد لي خير قدمهولي ولو شر ابعده عني، بس انا نفسي ان انا اكون ام يعني. وكل حاجه بتاعت ربنا خلاص بقى قلت انا سايباها على ربنا وخلاص، واستغفرت وكده. وفعلا استاذه دعاء والله يعني انا دلوقتي حامل، في داخله في السادس اهو، وربنا كرمني، ولا كان في بالي ونازله وشايله شنط ومش في دماغي اي حاجه ولا في دماغي حمل. ف يعني انا بتكلم ان انا اقول لام يوسف ان هي تدعي وتستغفر ربنا. والله ربنا كبير، ربنا كبير ومش بيسيب حد بجد. طالما هي ما عندهاش حاجه هي تسيبها على ربنا، والله والله بجد لاي حد بيتمنى ان هو يبقى يحمل او يبقى ربنا يكمل لك على خير يا ياسمين. يا رب يكمل لك على خير وتفرحينا كده لما البيبي ينزل وتجوزيه زي الحاجه اميمه، هو عنده دلوقتي 30 سنه. اصل فضل الاستغفار يعني مش بس اللي احنا عارفينه اللي هو يرسل السلام عليكم مدرارا والاموال والبنين. شفت تعليق، عايزاك تعلق على المكالمتين بتوع الاطفال دول. يعني ايه اموال وبنين؟ اموال وبنين يجوا. يعني بص هما الاثنين بيحكوا اهي، قالت لك يعني انا كنت خلاص فقدت الامل وكده. حصل ايه؟ ان الراجل اتعطل اسبوع فحصل حمل. سبحانك يا رب. ده اسمه اليقين، اليقين على الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يبقى عنده الصفاء، الصفاء الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فده يقين، ان الانسان لما يقول الاستغفار بيقول استغفار بيقين. الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي كان نايم وحاطط السلاح السيف معلقه في الشجره، والراجل خد السيف وقال للنبي اصحى قوم، وانا معايا السلاح في ايدي اهو وهقتلك، من يعصمك مني؟
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بقوة، بقوة اليقين الله قراها ثلاثا فسقط السيف من يد الرجل. هذا ليس تمثيل، هذه حقيقة. قال لأن هو عنده يقين في هذه المسألة، لأن ليست القوة بالسلاح ولا بعتاد، إنما القوة باليقين. أن والمسلمون لا ينتصرون أبدا بسلاح ولا بعتاد ولا بكثرة عدد، لا ينتصرون إلا باليقين. ما يكون عندك يقين يبقى عندك خلاص، أنت بتقبل على الشيء وأنت عندك اليقين. فهي عندها يقين، لن تنصر بعمليات ولا بتاعات ولا حاجة. هي وقفت فتحت بلكونة لقيت مطر، طب وقت الاستجابة، طب يا رب بقى شوف مفيش حل، لازم ترزقني، اديني اعطيني. كل واحد بيقول بطريقته يعني، كل واحد بيقول باسلوبه وبطريقته. فربنا سبحانه وتعالى بيديله وبيوفقه وبيعطيه. فالاستغفار له سر عجيب. نحن نحتاج ان نكثر من الاستغفار وان نجعل هذا الاستغفار لله. وانا عايز اقول حديث ثاني بمعناه، من شغله القران وذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. دي مهمه قوي، ان انت وانت مشغول بالذكر او مشغول بالقران، مشغول من اجل الله، ما انتش مشغول من اجل نفسك ومن أجل الناس، مشغول من أجل الله. فربنا يقول لو أنت انشغلت بالذكر عن أي حاجة فأخليك عارف بقى أنا هديك أفضل من اللي أنت هتسأله ومن اللي أنت هتسألني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار، وكان قال إني أستغفر الله أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية إن أستغفر الله أتوب إليه 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، حتى أن عائشة رضي الله عنها أيقظته ذات مرة لأنه كان يتلفظ بكلام استغفار بلسانه. قالت ما تقول يا رسول الله؟ قال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي. قلبه ما بينامش، قلبه شغال في الذكر على طول وفي الدعاء.